السلام عليكم. إذا وصلنا للدرس الرابع، الوحدة الثانية، النشاط العلمي، المستوى الخامس ابتدائي. عنوان الدرس: أنواع التربة وخاصياتها. إذا في هذا الدرس هذا عندنا هدفان تعلميان، اللي هما الهدف الأول وقارنوا أنواع التربة من خلال نفادية الماء. الهدف الثاني: استنتجوا مميزات التربة الصالحة للزراعة. إذا في هذا الدرس هذا شنو خاصنا نتعلمو باش نفهمو في هذا الدرس؟ الأنواع ديال التربة، غادي نعرفو أنواع ديال التربة وغنقارنو بيناتهم من ناحية بعض الخصائص، مفهوم؟ من خلال نفادية الماء. الدرس الثاني، الهدف الثاني، استنتج مميزات التربة، غنشوفو شنو هما المميزات ديال التربة الصالحة للزراعة. واضح؟ نعم، انطلقي لي ولاحظ. خلال رحلة إلى الجنوب، لاحظ سعيد أن النباتات التي تنمو فوق التربة الرملية تكون قليلة ومتفرقة، وأن الماء ينفذ بسهولة بين مكونات الرمل. نعم، إذا سعيد مشى للجنوب، رحلة للجنوب، ولاحظ أن النباتات قلال، كنلقاو شجرة، كيلقى شجرة هنا، شجرة لهي، متفرقة، والنباتات قليلة. نعم، وشاف بأن الرمل ينفذ فيه الماء بسهولة، كيحتفظش الرمل بالماء. إذا بين الأسئلة، إذا هناك عدة تساؤلات في هذا الدرس هذا. إذا السؤال الأول: ما علاقة نوع التربة بكثافة النباتات؟ شنو هو العلاقة بين نوع ديك التربة بكثافة النباتات؟ واش كاينة تربة كيتنمو فيها النباتات بزاف، وكاينة تربة ميمكنش تعيش فيها النباتات وتنمو فيها؟ نعم. السؤال الثاني اللي ممكن نطرحه، نعم، ما علاقة قلة النباتات بنفادية الماء؟ ما علاقة قلة النباتات بنفادية الماء؟ إذا الفرضيات تبدأ بأعتقد، أظن، إلى آخره. لماذا تبدأ الفرضيات بأعتقد؟ لأننا ما كنكونوش متيقنين من ديك الفرضية، يعني غير افترضنا. إذا التساؤل تفترضوا الجواب ديالو، يعني ماشي درنا دراسة ولا تجربة باش نجاوبو. إذا كنعطيو فقط فرضيات. التلميذ كيعطي فرضيات، مثلا التلاميذ غيقولوا أن التربة فقيرة للعناصر الضرورية للنبات. التربة فقيرة للعناصر الضرورية للنبات. بعض التلاميذ غادي يقولوا عدم قدرة التربة للاحتفاظ بالماء، داكشي علاش ما كينوضوش النباتات، حيت ديك التربة ما كتحتفظش لينا بالماء. وممكن بين الفرضيات كذلك ان التربة الرملية غير صالحة للزراعة بسبب نفادية الماء. ده نمر لأتحقق، لنرى لنتحقق من هذه الفرضيات اللي افترضنا واش صحيحة ولا لا. نعم، انجز المناولة التالية. لدينا هنا: أصب لترا واحدا من الماء على ثلاث عينات من تربات مختلفة. إذا خدينا تربة، عينة من تربة رملية، عينة من تربة طينية، وعينة من تربة مختلطة. التربة المختلطة هي التربة الطينية والرملية، خلطناهم بجوج وهي التربة المختلطة. نعم، إذا قمنا بسكب لتر واحد من الماء في التربة الرملية، ومر من خلال هذه التربة 0.9 لتر. نعم، إذا أحسب كمية الماء التي تم الاحتفاظ بها في كل تربة. إذا غنحسب كمية الماء اللي كاينة في هذه التربة، هذه اللي بقات هنا، ماشي اللي هبطت لتحت، اللي بقات هنا. إذا شحال كبينة؟ لتر. شحال داز؟ 0.9. إذا غندير 1 - 0.9. فهم؟ إذا شحال عطاتنا؟ 0.1. إذا التربة الرملية 0.1، التربة الطينية كذلك. شحال صبينا؟ صبينا لتر. شحال داز مرة من التربة؟ 0.1. غندير 1 - 0.1 اللي هي 0.9 لتر. التربة المختلطة، إذا قمنا بسكب لتر واحد، شحال داز ليا من التربة؟ كم مرة من خلال التربة؟ 0.7. إذا غندير 1 - 0.7، هذه هي 0.3. إذا التربة المختلطة 0.3. وحدد التربة الأكثر نفادية للماء.
تربة لأكثر نفادية للماء بوضع علامة في في الخانة المناسبة. إذا التربة الأكثر اللي دازت منها الماء بزاف أكثر نفادية للماء، أكثر نفادية للماء هي التربة. ماذا؟ شكون اللي دوزت بزاف ديال الماء؟ التربة الرملية. نعم، أكتب اسم التربة الأكثر جودة للزراعة من حيث نفادية الماء. التربة اللي مزيانة ليا للزراعة واش هي التربة الرملية؟ التربة الرملية ما تتشدش الماء، تدوز الماء بزاف. التربة الطينية كتحتفظ ليا بالماء بزاف، ولكن التربة المختلطة كتحتفظ بالقدر الكافي لنمو النباتات. إذا التربة التي مهمة للزراعة هي التربة المختلطة. إذا التربة المختلطة، نعم، إذا التربة المختلطة، إذا التربة الأكثر جودة للزراعة من حيث نفادية الماء هي التربة المختلطة. فهم؟ ماشي التربة اللي هنا كان جواب التربة الرملية الكتاب التلميذ هذا. علاش ماشي الرملية؟ حيت الأكثر نفادية، ماشي الأكثر نفادية هي اللي مزيانة. على الرملية هذه غينوضو فيها النباتات؟ لا، ما غينموش النباتات، حيت ما كتصبرش، ما كتشدش ليا الماء، كدوز بزاف ديال الماء، ما كتحتفظش بالماء. التربة الطينية كتحتفظ ليا بزاف بالماء. التربة المختلطة هي اللي متوسطة، يعني تحتفظ بالقدر ديال اللي غتحتاج لينا دوك النباتات باش ينوضوا. نعم، للزراعة. نعم، ننتقل الآن للسؤال الثاني. J'observe le tableau et je le complète par les mots suivants. Bonne, جيدة. Importante, مهمة. Abondante, وفيرة. Nulle, منعدمة. Faible, ضعيفة. كان عندنا في الطابلو هذا في الجدول عندنا لي كاركتيرستيك دو 3 تيب دو سول. عندنا خاصيات ثلاثه ديال انواع التربه. اذا هادو الخاصيات ديال التربه وهادو الانواع ديال التربه. عندنا عفوا كومباكسيون. كومباكسيون هي تماسك التربه. كومباكسيون هي تماسك التربه. سول ارجيلو هي التربه الطينيه. سول سابلو التربه الرمليه. سول ميكس هي التربه طينية. اذا نقارنوا بيناتهم بحسب خاصيات كومباكسيون، يعني تماسك التربه. اذا سول ارجيلو التربه الطينيه التماسك ديالها قوي، تماسكها قويه، اذا فورت. سول سابلو الرمليه التماسك ديالها فيبل، نكتبوا هنا فيبل. سول ميكست التماسك ديالها موين، متوسط. نعم، بوروزيتي. بوروزيتي هي المساميه، مساميه التربه. سول ارجيلو فيبل، المساميه ديالها ضعيفة. سول سابلو موين، متوسطة. ولكن التربة الطينية الفي، مرتفعة، المسامية ديالها مرتفعة. نعم، بيرميابيليتي. بيرميابيليتي هي نفادية ديال الماء اللي شفنا في هذه المناولة. هذه المناولة الكشف عن نفادية التربة للماء. إذا سول أرجيلو كيف شفنا؟ شفنا أن التربة الطينية نفادية ديالها ديال الماء ضعيفة، فابل. وسول سابلو الرملية شفنا أن النفادية ديالها الماء مهمة. نعم، امبورطونت، مهمة. كتبوها امبورطونت. سول ميكست النفادية ديالها الماء موين، متوسطة. ايغاسيون هي التهوية. ايغاسيون سول ارجيلو التربة الطينية نيل، منعدمة. إذا التهوية فيها منعدمة، طينية منعدمة، التهوية ما كتهواش لينا. سول سابلو بون يعني مزيانة فيها التهوية. وصول ميكس كذلك بون، التربة المختلطة التهوية ديالها مزيان. ماتيير اورغانيك فيبل كونتيتي، اذا هذا فيبل كونتيتي يعني بكمية قليلة. المواد العضوية في التربة الطينية بكمية قليلة جدا. كذلك التربة الطينية هذا الرملية كذلك كمية المواد العضوية قليلة. سول ميكس التربة المختلطة ابوندونت يعني بكمية وفيرة جدا، يعني وفيرة في التربة المختلطة. نعم، ننتقل الآن إلى استنتاجات. جو كومبار يعني أقارن لي تخوا تيب دو سول، هاد ثلاثة الأنواع ديال التربة. إي جو إكري لو نوم دو سول لو بلي كومباكت، يعني غادي نقارن بين هاد ثلاثة الأنواع ديال التربة وغادي نكتب
باش يكون فيهم لي اكثر تماسكا. كومباكسيون هنا شفنا في الجدول اكثر تماسكا، يعني فينا هو لي فورت سول ارجيل. نعم، اذا التربه الطينيه، اذا نكتبوا سول ارجيل، التربه الطينيه، تربته الطينيه هي اللي قلنا متماسكه. نعم، ننتقل الان للعريضه الثانيه. Je détermine le sol le plus favorable à la culture. غادي نحددوا التربه المزيانه الاحسن للزراعه، التربه الاحسن صالحه للزراعه. نعم، اللي مزيانه، اللي التربه اللي مخيره زعما نزرعوا فيها، هي سول ميكست، هي التربه المختلطه. التربه المختلطه هي التربه الصالحه للزراعه. جو جيستيفي، نعلل جوابي، علاش هي التربه المختلطه؟ علاش سا كومباكسيون اي مويان؟ لان تماسك التربه، تماسك ديالها متوسط، يعني ما تتيباسش لينا بالزربه وما تتفتتش، يعني متوسطه، يعني ما رمليه ما طينيه. مفهوم؟ سا بيرميابيليتي مويان، يعني النفاذيه ديال الماء، النفاذيه ديال الماء مويان متوسطه، يعني ما كدوزش ليا، ما كتحتفظش بالماء بزاف حتى اكثر من القياس بحال الطينيه، وما كتخرجش الماء بزاف بحال الرمليه، ما كتحتفظش به كاع، هي متوسطه، يعني كتحتفظ بالقدر ديال الماء اللي كتحتاجو النباتات باش تنمو. فهم؟ هي هذه، يعني متوسطه في التربه المختلطه. ايغاسيون بون، تهويه جيده، اذا التهويه جيده راه مزيانه لهذا النباتات. نعم، اي كونتيان دي ماتيير اورغانيك، تحتوي على مواد عضويه. ماتيير اورغانيك هما المواد العضويه، كنا شفنا في الجدول انها ابوندونت، اذا كتكون مواد عضويه مهمه. نعم، ادون استنتاجاتي في دفتر التقصي، اذا غادي نملي عليكم، نملي عليكم الخلاصة، اكتبوها نقلوها، نملي عليكم جوج ديال المرات وحاولوا تنقلوها. التربة أنواع منها، ممكن نقولوا ثلاث أنواع، هي التربة الرملية، التربة الطينية، التربة المختلطة، وهي تختلف في عدة خاصيات، وهي تختلف في عدة خاصيات منها التماسك، المسامية، نفادية الماء، والتهوية، وكمية المواد العضوية. وتتميز التربة الصالحة للزراعة بعدة خاصيات منها المسامية الجيدة، النفادية المتوسطة، التهوية الجيدة، نعم، والتوفر على نسبة مهمة من المواد العضوية. إذا أعيد خلاصة، التربة أنواع منها التربة الرملية، التربة الطينية، التربة المختلطة، وهي تختلف في عدة خاصيات منها التماسك، المسامية، نفادية الماء، والتهوية، وكمية المواد العضوية. وتتميز التربة الصالحة للزراعة بعدة خاصيات منها المسامية الجيدة، النفادية المتوسطة، التهوية الجيدة، والتوفر على نسبة مهمة من المواد العضوية. واضح؟ إذن هذه هي خلاصة الدرس. نعم، ننتقل الآن لأطبق. أضع علامة في خانة مميزات التربة الصالحة للزراعة. إذن قلنا
هاد التربة الصالحة للزراعة هي التربة الطينية المختلطة، عفوا المختلطة. إذا شنو هما المميزات ديال هاد التربة المختلطة؟ قلنا مسامية، كيفاش دايرة المسامية ديالها؟ مرتفعة، إذا المسامية جيدة. نعم هذا علامة. نفادية ضعيفة، هل هي نفادية ضعيفة للتربة المختلطة؟ لا. شكون اللي قلنا نفادية ديالو ضعيفة للماء؟ التربة الطينية. نعم إذا ما غاديش نديرو علامة. كثرة المواد العضوية، نعم إذا قلنا أبوندونت ماتيغ أوغانيك في صول ميكست، أبوندونت يعني هاد المواد العضوية ضروريين وكيساعدونا في الزراعة. إذا مهمة هاد المواد العضوية، مهمين لنا للزراعة. تهوية جيدة، نعم إذا التهوية الجيدة ضرورية كذلك للزراعة. كثرة العناصر الطينية، لا العناصر الطينية ما عندهم حتى شي علاقة بالزراعة. الا كانوا دوك الا كان الطين بزاف ما كينوضوش النباتات، ما كينوضوش بطريقة سليمة يعني. اذا هذا ما نديروش علامة. نعم دابا السؤال الثاني، جونتور لي كوز كي فون دي سول ارجيلو ان سول ديفافورابل لا كولتور. اذا غادي ندورو على الاسباب اللي كتخلي ليا الاسباب ديال كتخلي ليا التربه الطينيه تربه غير صالحه للزراعه. اذا علاش هاد التربه الطينيه هادي سولارجيلو علاش هي ديفافورابل لا كولتور غير صالحه للزراعه؟ نعم اذا غندورو على دوك الاسباب علاش هاد التربه غير صالحه للزراعه. قلنا مميزات التربه الطينيه، قلنا كومباكسيون فوق، التماسك ديالها قوي، تان كومباكسيون فوق. نعم غندور عليها. بون اي راسيون، تهويه جيده، لا التهويه ديال التربه الطينيه قلنا نول منعدمه. اذا التهويه عند التربه الطينيه قلنا منعدمه ما كايناش. فيبل بيرميابيليتي، بيرميابيليتي ديال الماء، اذا النفاديه ضعيفه، نعم لان عندنا نفاديه ضعيفه للماء. غندور عليها. ماتيير اورغانيك ابوندونت، اذا تتوفر على مواد عضويه بوفره بكميه مهمه، لا فيبل كونتيتي. قلنا هنايا فيبل كونتيتي يعني ما كتحتويش لينا على بزاف ديال المواد العضويه، وهاد المواد العضويه قلنا راه ضروريه للزراعه لنمو النباتات. بور بو نومبرو، شنو قلنا بور بو نومبرو؟ يعني المسامات ديالها قليله جدا. بور هاد بور هما بوروزيتي، قلنا هاد بوروزيتي هي المساميه، بور هما دوك المسامات قليله جدا، هي هادي اللي قشنا في الجدول. بوروزيتي كيفاش دايرين؟ قليله فيبل ضعيفه. تنا ندورو عليها. ها اكتب في البطاقة نوع التربة الأقل احتفاظا بالماء، الأقل احتفاظا بالماء. إذا هنايا الأقل خاصني نفهم السؤال، الأقل يعني التربة اللي ما كتحتفظش لينا بالماء، ما كتحتفظش لينا بالماء بزاف، بكمية قليلة. كنا شفنا هنا في التجربة فين هي التربة هنا اللي ما كتحتفظش لينا بالماء بكثرة، هي التربة الرملية. التربة الرملية هي اللي كيدوز منها الماء كله، نسبة قليلة اللي كتبقى. إذا أقل احتفاظا بالماء هي التربة الرملية، تربة الرملية غنكتبها هنا. نعم أعلل جوابي بوضع علامة في الخانة المناسبة. علاش لماذا هاد التربة أقل احتفاظا بالماء؟ علاش قلنا ما كتحتفظش لينا بالماء؟ لأنها تتميز بنفادية مهمة، أو لأنها تتميز بنفادية متوسطة، او لانها تتميز بنفاديه ضعيفه. اذا قلنا شكون اللي كيتميز ليه بنفاديه مهمه؟ الطين، الرمل عفوا، لانها تتميز بنفاديه مهمه حيت تيدوز الماء من خلالها بزاف، ما كتشربش لينا الماء، اذا هي الرمليه. نعم اذا هذا هو السبب لماذا التربه الرمليه اقل احتفاظا بالماء، لانها تتميز بنفاديه مهمه. نعم لان تتميز بنفاديه متوسطه، لا النفاد اللي كتميز لينا بنفاديه متوسطه هي التربه المختلطه. لان تتميز بنفاديه ضعيفه، لا اللي تتميز لي بنفاديه ضعيفه هي التربه الطينيه.